المشوار مازال مكمل معاكم حتى الماضي ساعة تقريبا. احنا وصلنا الى ختام الميسيون نتاعنا نص نهار و44 دقيقة. تحية لكم ناس الكل في درايف تايم نتاعكم، ان شاء الله طريقة سليمة للناس الكل اللي تسمع فينا. احنا طفينا شوية المديدة هذية الدار ولي في ميزون والبريكولاج والفازات هذوكم الكل تلينا تلينا تلينا. فما برشا حاجات تنسينا عليهم كعديش. راجعين في الختام الى الفي ميزون. قبل ما نبداو في الفي ميزون، خبر سعر ان شاء الله يا ربي يكون صحيح. قناة فرنسية اسمها اي سي بي فرانس تؤكد بان كوريا الجنوبية تعلن عن نجاحها في اختراع دواء للكورونا. هذه العناوين اللي قاعدة تدور توا في مواقع التواصل الاجتماعي، ان شاء الله صحيحة وان شاء الله كوريا الجنوبية رغم صعوبيتها ورغم صعوبة رئيسها تكون اخترعت شمالية رئيسها صحيح. اوكي 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 صلح لي لا مش المهم، فما دواء للكورونا ان شاء الله يكون. اسمعني شفتوا بعض كان الاخبار الصحيح احنا نتاكدوا منه بعد كاش نعاود لكم، سينو ادخلوا الباج فيسبوك كنوزا فين تلقاو الاخبار اول باول. توا يظهروا ساعتها للابوراتوار الامريكيين والروس ساعتها بالحق يظهروا الناس كل تطلع على الدواء ان شاء الله ان شاء الله. هذيا كيما قلت لكم حسب قناه الفرنسيه اي سي بي فرنسيه اللي اعلنت عليه الخبر هذيا. احنا قلنا باش نبداو في ميزون، وفما مشكله كبيره برشا عند الامهات ولا ربيت البيوت وكيف كيف زاد حتى الرجال خاطر باش نصيرهم في مصروف جديد اللي هي الفريجيدير. بعد مدة من الاستعمال تلقى ساعات كي باش تجي تحل وتسكر الباب ما يتحلش بالباهي والا يقعد محلول ساعات في البلاستيك هذيك اللي موجوده على طرف الباب تلقاها ما تشدش الباب بالكدا، ولهنا يتلز رب الاسره انه يشري فريجيدير جديده ويظهر له انه الفريجيدير نتاعو عدمت والا فيها عطب فني. الحكايه شنو هي؟ الحكايه انه تنجم يكون الفريجيدير فيه الكثير من الاوساخ الغير مرئيه ولا ساعات المرئيه على البارتي البلاستيك اللي موجودة على حافة البيب. ولهنا باش نعطيكم ثلاثة حاجات مهمين باش نحيوا الوسخ هذاك وتنظموا فيها تنظفوا عفوا الكونتور نتاع البيب. تاخذوا ماء سخون ومعه خل أبيض مركز وتاخذوا معه بشكير قديم منديله قطن كشريقه نظيفه وتخلطوا الماء السخون بالخل الابيض المركز، وخاطر هنا الخل الابيض المركز ينحي الجراثيم ويعاون على التطهير. تغطسوها في تغطسوا طرف البشكير هذيك ولا القطعه من القماش في الماء السخون والخل الابيض وتمسحوا بالكدا بالكدا بعد ما تبيعه ما تبرانش معنى دي برانشي ولا الضوء من الفريجيدير تجبدو. وبعد تاخو الفوطة هذيك متاعك البشكير ولا اللي هو مغطس في المسخون والخل الأبيض كيس كيس تاخوهم وتمسح بالكدا 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 البلاستيكة هيك خاصة فك الثنية هيك خاطر محل الليشول الموجود في الوسط هذيك ساعات المرات تنسيهم ولا تتسيها عليهم وتنظف قاعد تنظف الفريجيدير من داخل ومطفية البراني مريرة في الجمعتين تعدي عليهم شريقة بالخل ولا بالجافيل عندها ليفي وتعاونك على انه فريجيديرك يطول عمره تو سامبلومون يقعد يخدم بنفس الافيكاسيتي اما خير ولا ترسلك في مصروف فريجيدير جديد. اسمع الاستوديو اللي جديد باش يحبوها برشا اي جوستومون دونك ماء سخون وخل ابيض مركز وترفق ماشي ومن توا ابداوا جربوها على الفريجيديرات نتاعكم من غير ما تتصلوا بالسيرفيس ابخي فونت ومن غير ما تشريوا فريجيدير جديد. هذايا يخليكم يرجع الباب يمشي ويتحل ويتسكر بالباهي. كانت هذه الفي ميزون ميزون. احنا مازلنا مكملين معاكم بعد شويه نرجعوا لكم خمسه وخميس قربنا للعطله وخلينا نفكروا صغيراتنا في العطله هذه. فما خمسه كتبات قبل ما يصلعوا نهار الخميس نشريو لهم لصغيراتنا باش يطالعوا ويحسنوا من الانتاج الكتابي نتاعهم. هذا كل بعد شويه مع تقوى في خمسه وخميس. بونجور لا فامي